السلام عليكم. اليوم شي ودنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم هذا النهار حلوه ديال عبد الصمد اللي غادي يولي 7 سنين ان شاء الله. غادي نحتاجوا في المقادير دائما لا جينواز اللي كنقدم لكم المعتاده اللي تكون عندي ناجحه 100% سهله وبسيطه. هنا عندي 200 غرام ديال الدقيق، عندي كذلك 200 غرام ديال السكر سنيده، وعندي 4 البيضات من الحجم الكبير، كذلك عندي 7 غرام ديال الخميره ديال الكيماويه، وكذلك عندي خنيشه ديال الفاني. غادي نضيف هذا البيض اللي غادي يكون كله بالبيض والصفر، غادي نديرو في هذا المول ديال العجانه، وغادي نخويهم كاملين، وغادي نضيف عليهم كذلك هذاك السكر سنيده وهذاك الخنيشه ديال الفاني، وغادي نديروهم يتطربوا حتى يتضاعف لنا الحجم ديالهم. ان شاء الله هذه الحلوه ديال اليوم غادي تعجبكم بزاف. يعني من الاقتراح ديال عبد الصمد اللي بغى بحال الشكل، بغى بحال السماء، بحال ما عرفتش شنو غادي ندير له. المهم حاولت انني نعطي له داك الشيء اللي هو كيتخايل، ولكن تنتمنى تعجبكم. غادي نديروا قريصه ديال الملح، وغادي نمشي باش نطربوا هذا الشيء كامل ويتضاعف لنا الحجم ديالو، ونرجعوا ان شاء الله. هاني درت السكر سنيده وفاني والبيض. هنا كيف كتشوفوا البيض ها هو غادي نطربوا. صافي هنايا غادي يتطرب، هانتوما غادي تبقاو تلاحظوا فيه ان كيتفتح تيتفتح حتى كيبيض لينا، كنعرفوا انه صافي تما بالنسبه يتطرب 7 ديال الدقائق. صافي هنايا من بعد ما طرب لنا الخليط كامل، هانتوما شفتوه تيطلق الرغوه وكيتضاعف الحجم ديالو وكيكون بيض. وكيقول لكم بالنسبه للطرب اليدوي اللي كي بالباتور غادي تخدموه ب 6 حتى 7 دقائق، بالنسبه للماكينه راه غادي يدير ليا غير واحد دقيقه حتى لجوج دقائق. هنا غادي نخل الدقيق اللي عندي 200 غرام، ولكن ماشي بدقه، غادي نبقاو نديروه دقه دقه، على غادي نفرقوا على 3 المرات سول الخميره الكيماويه، غادي نخليوه حتى الاخر. وحنا حاجه وحده غادي نلاحظها بالناس اللي غادي يشاهدوا اول مره اللي يدخلوا القناه، مرحبا بهم، وما عمرهم ما شافوا لا جينواز اللي كنخدم. دائما كنعطيو دائما دوره وحده على اليمين، ما كنوليوش نقلبوها للجهه ديال اليسار باش كنبقى تطلع لنا هذيك لا جينواز كامله مزيانه. الا خلطناها عشوائيه راه ما غاديش تطلع لكم، وكنتمنى انكم تكونوا في الاستماع، تكون بداو بالفيديو من الاول حتى الاخر. هنايا غادي كي قلت لكم غادي نقسم الدقيق على 3 ديال المراحل. هنا ضفت في الاول، وغادي نضيف في الثاني والثالث، غادي نضيف معاه الخميره الكيماويه. وضروري يكون الدقيق عندكم منخول باش ما يجيوكمش كويرات، وحنا ما كنطربوا كي قلنا على اتجاه واحد. بالنسبه اللي بغى يديرها مغلوقه الا يعني بنيه، يعني كينقص واحد المعلقه ديال الدقيق ويدير معها معلقه ديال كبيره ولا جوج معالق حتى ديال بودره الكاكاو المر اللي كيكون بلا سكر. هنايا صافي، هنايا غادي نقادي هاد الكميه كلها، وغادي نجيب المول اللي كيكون القطر ديالو عندي درت له 28. نتوما الا بغيتوها عاليه وبغيتوها تقسموها على 3 غادي ديروا المول القطر ديالو 26، وإلا كنتو بغيتو المول تكون محلوله غير على مره واحده مقسومه على جوج، يعني راه غادي ديروا القطر وتكون هي كبيره، غادي ديروا القطر ديالو 28. ها حنتوما شفتوا كيفاش كترجع مجموعه كامله الخليط كامل، وحنا دائما اتجاه واحد. دابا غادي نجيب المول اللي غادي نلبس له ضروري من تحت الكاغيط ديال الزبده. صافي هنا بعد ما كملتها صافي غادي نلبس له الكاغيط ديال الزبده باش ما يتلصقليش، نضرب احتياط. غادي نقطع له هاد الجوانب هادو، المهم غادي ندير لها الزيت في الجناب، وغادي نرش الدقيق. هذه مرحله راه كيعرفها اي واحد، ضروري من هذه الخطوه. كاين اللي ما كيديرش الدقيق، بعض المرات ما كنديروش باش كتجيني ديك لا جينواز طالعه قد قد، ما كتجيش جهه هابطه وجهه طالعه، حتى هي يمكن لكم ديروها، ولكن القاع التحتاني ديال الحلوه اولا لا جينواز خصها ضروري الكاغيط. هنا غادي نقسم من الكاغيط الزائد اللي عندي،
وغادي نخوي الخليط وغادي ندخله للفران على درجه الحراره 180 مده ديال 30 دقيقه حتى 35 دقيقه، وغادي توجد لنا اللي لاجينواز ديالنا غادي يكون اللون ديالها ذهبي، ما تخليوهاش تحمر، تخليوها على حراره واحده، تسخنوا الفران على 180 ويبقى في 180 من الفوق من التحت غادي يطيب صافي، ما تهبطوا لا من التحت من الفوق. بالنسبه للناس اللي عندهم الغاز غادي يشعلوا عليها من التحت ومن بعد غادي ينزلوها تسلوا عليها زعما من الفوق، على حسب نتوما العافيه كتكون عندكم من الفوق، ومن بعد غتنزلوها لتحت باش يتحمر لها الوجه ديالها. دابا كي قلت لكم غادي ندخلها الفران ديك الساعات باش نشوفوها من بعد ما غادي تخرج لينا من الفرن كي غادي تكون بالشكل ديالها. ضروري اننا نضربوا عليها هاد الضربه هكا باش كتقادد. هنا غادي نحبس وغادي نبدا كنخلط كاس بكاس حتى كيتجمع الخليط. الخليط ها نتوما شفتوه كيتجمع. غادي نضيف الخميره، غادي ندير في 16 غرام كامله، ها هو دا نص كاس اللي زدت لكم، كي قلت لكم جوج كيسان كيدخلوا ونص، هنا 15 غرام او لا 16 غرام ماشي مشكل. غادي نضيفها كلها كامله وغادي نخلط الخليط وغادي ندوزو باش غادي نعمرو هذوك الكويغطات ديالنا. وضروري ديك الكويغطات اننا خصنا نديرو لهم المول، يعني يمكن لكم بلا كاغيط ديرهم في السيليكون بوحدو، ولكن ضروري في الحديد ديروا الكاغيط باش ما يلصقوا لكمش اولا تدهنوهم على حسب، لان كاينين المبتدئين اللي غادي يقولوا نديروهم في الكاغيط وغادي نخويوهم وما غاديش ينجحوا لهم، غادي يسيحوا لهم كلهم في الفران ديالهم او في الطبسيل اللي غادي يدخلوا فيه الفرن. هنا كنجيب هاد ديال لي كلاص اللي كنقول لكم ضروري مهمه تكون عندكم في المطبخ، كندهنها بشويه الزيت باش كيهبط لي الخليط بالزربه باش ما كيلصقش مزيان. هنا كنحاول انني ما نعمرش حتى الفوق، اسمحوا لي على هاد الكاميرا اللي كتمشي وتجي، لان فاش كنكون مقربه كتبقى كتموج كتمشي وتجي الكاميرا. هنايا هاني نعمرهم كاملين. كي قلت الفران كان عندي ساخن على 180، خرجت لا جينواز دخلت لي مادلين، كيجيو على هذا الشكل هكا، كيجيو رائعين. كنتمنى انهم تطبقوهم لوليداتكم واخا غير عاديين هكا، يديهم المدارس ديالهم والكوتيك وهما اللي غادي. بالنسبه للكريمه، بالنسبه كي قلت المادلين راني غادي ندير ندخلهم مع هاد الحلوه اللي انا مصوبه اليوم، يعني هاد الكميه ديال الكريمه اللي غادي نقول لكم انا دي
هنايا السيترو ديال الكريمه يعني 250 زائد 250، وحك ديال ماسكرابون، وواحد المعلقه ديال الجبن. هادو باش كننكهت. بالنسبه ليكم نتوما الا بغيتو ديروا غير وحده ديال الكريمه ونص ديال الماسكرابون وخنيشه ديال الفاني، وكذلك غادي ديروا معلقه الجبن الا كنتو بغيتوه. بالنسبه اللي ما كانش عندكم متوفر الجبن، يمكن لكم تخدموا الفرماج كيري، حتى هو تيعطي واحد المذاق جديد هنايا في الكريمه. ها هو دا الماسكرابون اللي قلت لكم، غادي نضيفه كامل لانه هو تيعطي واحد المذاق زوين وكيتقل الكريمه وتيجي بها لذيذه، زائد الاضافه ديال الجبن كيعطي واحد النكهه ما بين الملوحه وما بين الحلاوه، كتجي رائعه. بالنسبه هنايا ضفت السكر سنيده، ماشي بزاف، درت نص كاس ديال السكر سنيده مع هذه الكريمه هذه السائله وطربتهم. ماشي حلو عندي هذه الكريمه السائله، واللي كانت عنده الكريمه السائله راه كتكون بودر يعني كتكون حلوه، ما يضيفش لهش السكر، ولكن هذه الكريمه السائله كتكون مسوسه. صافي لك لاجينواز ديالنا بعد ما بردات، انا من الاحسن صوبوها بالليل، انا صوبتها بالليل وصبحت لغد ليه في الصباح كنصوبها باش كتجي ساهله في الخدمه ديالها وكتقطع بسهوله. هنا قسمتها على جوج، نتوما قلت لكم الا درتو المول القطر ديالو 26 يمكن لكم تقسموها على ثلاثة، انا قسمتها على جوج. هنا عندي السيرو اللي كان دائما كندير كاس ديال السكر، كاس ديال الماء، وواحد المعلقه صغيره ديال الخل، وخنيشه ديال الفاني، وكنخليهم يغليو مده ديال 10 دقائق وكنطفي عليه. كنخليو له يبرد مزيان، ما نديروش هو سخون. هنا كنحاول انني الكريمه ديالي اللي انا طربت كنحاول انني نفرشها فوق سطح لاجينواز مزيان على هذا الشكل هكا. بغيتو انا ما عندي، كاين اللي كيبغيو الكونفيتور كاين اللي ما كيبغوش، كيمكن لكم ديروا من تحت الطبقه الاولى مربى ديال الفريز او الفراوله، كيمكن لكم ديروها وتفرشوها عاد ديروا الكريمه كتجي رائعه. انا عندي اللي ما كياكلوليش داكشي علاش تفاديتها، اولا تقطعوا شي حاجه ديال الفروي ولا البيست اناناس ولا صافي اناناس انا كندير هو اللي كيتواتى اكثر. هنا غادي تحطيت الطبقه الاولى ودرت الكريمه، ودابا الطبقه الثانيه هي الاخرى اللي غادي تكون عندي. هنايا غادي نحاول انني نفرش هادشي كامل حتى هو، وغادي ندير الجناب حتى هما، غادي ندير لهم الكريمه. من بعد ما غادي ندير نكمل الجناب، غادي نقبض وغادي ندخلها المجمد. عبد الصمد كيقول لكم ديروا جيم منين تعجبكم، الا عجبتكم الحلوه ديالو راه واقف عساس عليا كيشوفني شنو كندير له. المهم كنديروا خاطر لوليداتنا الله يحفظهم لينا. هنايا غادي ندخلها المجمد، غادي تقبط راسها مزيان. هنا الكريمه اللي قلت لكم انا درت بزايد لانني ديك نسيترو بغيتو تنقصو نتوما نقصو، درتهم فوق المادلين باش كنزينو الطبله ولا لوليداتنا باش كيبغيو ياكلوا من هنا ومن هنا. هنا كنحاول انني ندير الكريمه من الفوق، وغادي نرشها بهاد الدويدات اللي تيكونوا ديال بحال السكر ملون. صافي هنا كتجي على هذا الشكل هكا، كنكملهم كاملين ونضيفهم وكنخليهم على جانب باش غادي يرافقوا الطرطه اللي ولا الحلوه اللي صوبنا، كيجيو على هذا الشكل رائعين وزوينين بزاف. بالنسبه للعجينه السكر غادي ناخذ واحد ثلاثه ديال هذه باكيه خديتها كيكونوا فيها هاد الالوان هادو، مع الكحل حذفته، خليت غير هاد الالوان هادو اللي انا غادي نقدم قدامكم. كنزول داك البلاستيكه كنقسمهم على الطول على جوج، وكنحاول انني باش ندير واحد الخليط ديغرادي وباش تجيني بحال الشكل كي قال هو بغاها بحال شي طابلو، يعني واحد الطابلو اللي كيكون رخامي اللي كيكون بعض المرات هو تيرسم وتيعجبني المنظر، تنقول له زوينه هكا، تيقول لي هكا ديري لي الحلوه ديالي. حاولت انني نطبق له المنظر ديالو يعني الرسم ديالو اللي كيرسم. هنا غادي نحاول انني نطلقو بالدلاك مزيان، وحاولوا انكم تصبروا مع هاد العجينه السكر، ما تشوفونيش طلقتها تقولوا بسهوله، خصها الخدمه مزيان حتى كتطلق وترجع السمك ديالها
بالنسبه للازرق ما خدمتوش مع داك الالوان الثلاثه اللي دخلت الصفر والبيض والحمر. هنايا غادي نحاول انني نطلقو مستطيل وغادي نحاول انني نقطعو سيور على الطوليه العبار اللي كل عرض ديالها سنتيم. هنايا الحلوه ديالنا بعد ما خرجتها من المجمد كانت قاطره مزيان. هنايا غادي نحاول انني نفك الكاغيط اللي طلقت به العجين السكر وغادي نحاول انني نديرها من الفوق مزيان ونثبتها. تحاولوا انكم تثبتوا عاد تبركوا باش ما تلصق لكمش. صافي كان كنخدم دائما بيدي نتوما ما غنحتاجش معكم الماكينات كنسهل عليكم الماموريه. انا طبيعيه وشعبيه معكم يعني كل شيء غير باليد سهل ما نحتاجوش القوت الدوزان والمعن. يعني كيمكن لي ندير معكم الملاسه والجناب. ان شاء الله غادي نقدمها معكم في حلوه اللي غادي تكون عاليه طويله ان شاء الله. فاش يكون عيد الميلاد ديالي غادي نديرها لكم. هنايا غادي نحاول انني نحذف داك الجناب اللي زايدين غادي نقطعهم محرفين وغادي نجيب داك واحد الموس اللي غادي نحاول انني ندخل به الجناب اللي باش ما يبقاوش خارجين نقاددهم مزيان. هنايا غادي نقبط هذوك السويرات اللي قلنا يعني طلقنا غادي ندير لهم شويه ديال السكر داك الخليط ديال السكر والماء اللي كنت مصوبه. هنا غادي ندهنهم شي شويه باش نلصقهم في هاد الجناب هادو. ها نتوما شفتوا باش كيتلصقوا مزيان. هنايا غادي نحاول انني نوريكم هنايا راه غادي تبان واحد الشريطه في الوسط. ها نتوما كنكحز لكم باش تشوفوا راني لاقيت باش كتجي نيشان معاها باش كنحاول انني الدوره كلها نصوبها كامله. رقم 7 حاولت نديرو غليظ شويه عالي باش يجي ما يكونش رقيق. هنا كنقبط هاد الوريضات هادو اللي كيكونوا تيتباعوا راه متوفرين عند بزاف الحلويات. هنايا كنحاول انني ننزل له ديك الوريضات. درت ديك الطريفات اللي شاطوليه درت بهم الوريضات الصغار من الفوق كتجي على هذا الشكل هكا بسيطه وزوينه ولكن المنظر ديالها كيشرح القلب. عجبت عبد الصمد وكان فرحان بها وتنعجبني الحال انه هو فرح وهذا هي الامنيه ديال الوليد ديالك. صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. مره اخرى ان شاء الله غادي نحاول انني نديرها لكم بثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى مخدومه بالعجين فوق منها الطبقه الثانيه وكذلك الثالثه. نحاول انني ندخل لكم شي جديد. هذه كفكره ديال هذه الحلوه هذه كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتطبقوها يعني بسيطه بزاف. هادو الشميعات اللي اختاريتهم في نفس اللون اللي اختاريت له في الحلوه وهادو لي مادلين ديالنا اللي وجدت واللوينات ثلاثه اللوينات ولا اربعه دخلتهم حتى في الشميعات باش يجي كلشي متناسق. كنتمنى انها تعجبكم. دابا غادي نشعلوا الشميعات باش غادي يتفايهم الناس يا عبد الصمد. حاولت انني ما نبينش عبد الصمد الظروف لان اليوتيوب ما بقاش كيخلي الوليدات يبانوا. ما قدرتش نبين لكم عبد الصمد هو اللي قدم لكم الحلوه ديالو بحال اللي كنقدمها لكم شحال هادي. صافي كانت هذه هي النهايه ديال الحلوه. كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها لوليداتكم. دابا غادي نقطع لكم واحد من الداخل باش تشوفوها كيفاش كتجي. كتجي زوينه وكتجي هشيشه. اما واحد المادلين ما نعاود لكمش كيفاش كيجيو. كيجيو رائعين ورطب واحد النكهه خاصه كتجي فيهم لان فيهم الحليب وراكم عارفين ما كتكونش فيهم ليدام. كيجيو رائعين جربوهم وصدقوني انهم غادي يعجبوكم ان شاء الله. كنحاولوا اننا نفرحوا وليداتنا بابسط المسائل. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.